طيب كلنا عارفين ان الفتره الحاليه كلها مباريات وديه استعدادا للموسم الجديد. النهارده مباراه وديه امام بتروجيت بدات حوالي الساعه 4 العصر، وانا عارف الناس كلها متشوقه عايزه تشوف لقطات من المباراه، اهداف المباراه، التشكيل الرسمي، التغييرات. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق على شيء مهم جدا: مصلحه الفريق اهم من كل شيء، وجمهور النادي الاهلي بالتاكيد هيكون فاهم وعارف ان المصلحه الخاصه بالفريق في الفتره اللي جايه اهم مليون في الميه من الخبر والمعلومه والانفراد والصوره والهدف اللي ممكن تشوفه، لان في النهايه انت بتستعد لموسم جديد، فالفرق اللي هتواجهها سواء في بطوله افريقيا او حتى لقاء السوبر امام الزمالك محتاجين يشوفوا افكار المدرب. اللعيبه معروفه وكواليتي اللعيبه معروفه للفرق المنافسه وللاجهزه الفنيه للفرق المنافسه، لكن انت معاك مدرب جديد سويسري مارسيل كولر، الناس كلها عايزه تعرف افكاره، خططه، طريقه لعبه، الاستراتيجيه اللي بيشتغل بيها في الماتشات. اكيد ده هيظهر في الثلاث مباريات الوديه، النهارده لقاء مع بتروجيت، ثم لقاء اسوان باذن الله يوم الاحد القادم، ثم الختام مع لقاء طلائع الجيش، والثلاث مباريات هيتلعبوا على ملعب الاهلي والسلام، وكمان توقيت المباريات طبقا للرؤيه الفنيه لمارسيل كولر. ومش هشرح بقى ممكن في ماتش بالنهار ماتش بالليل، الراجل اللي شايفه في مصلحه الفرقه هو اللي هيعمله، لكن احنا دايما بنتبع السياسه الرسميه او المصلحه العامه او المصلحه اللي بالتاكيد الناس كلها منتظرها بخصوص الفريق في الفتره اللي جايه. وبالتالي اول ما يكون في خبر عن التشكيل، عن المباراه، اول ما يتم اعلانه من قبل الموقع الرسمي ان شاء الله باذن الله هتشوفوا كل ده من خلال شاشه قناه الاهلي. لكن المباراه حاليا الحمد لله يمكن الاهلي بيعمل فيها شكل كويس، الفريق ان شاء الله بيأدي بشكل كويس، كمان الجهاز الفني هيبدا يحط بقى كمان ملامح الخطه في المرحله اللي جايه، لكن التفاصيل اللي بين السطور اللي البعض مستني يسمعها ويشوفها يعني اعذرونا الفترة الحالية لغاية لما الفريق إن شاء الله يحقق يعني أو يخلص مرحلة الإعداد ويستعد لأولى المباريات الإفريقية أمام اتحاد المنستيري، اللي خدوا بالكم التوقيت مش بعيد، النهاردة بنتكلم 21/9 يعني باقي بالظبط حوالي 16 يوم قبل المباراة، أسبوعين، والفريق التونسي مستني وعايز يتفرج وعايز يشوف. فنخلي كل شيء بإذن الله في الشكل الجديد لفرقة الكورة على يوم 8 أو 9 أكتوبر في لقاء اتحاد المنستير على ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير في تونس.